قديمه لكنها تخدم قوانين في التقليد ديالي وحدك وكل الوليدات بصحه مباركه هذه وباسم السيده الرئيسه والساده الاعضاء والاطفال والاطر الاداريه التربويه نجدد شكرنا. وحقيقه هذه الشهاده اللي عطيتونا لنا حنا دونها وقل منها ولكن طريقكم ويرفع الدرجات وان يحفظ هذه الجمعيه من كيد اسهاب كيد الحسين الحسني وان يحيا كميتها بالخير انه على ذلك قدير. شكرا جزيلا. السلام عليكم. الله يعاونكم والله يكثر من تايكم معنا يا رب. شكرا شكرا. راه كنا فيكم جميعا. راه هي ديما معنا محاربه تبارك الله وكنشكر جمعيه نساء مراكش بطبيعه الحال من النساء اللي ملي كنعيطوا ولا كنقولوا بينا نشتغلوا ولا بينا نديروا شي حاجه كتلقاهم بانه باغيين يديروا الخير خص غير يرشدوهم ليه. كنشكرهم مره اخرى كنشكر شكرا حبيباتي كنشكر الاطر كنشكر الاطفال تنقولوا سنه سعيده حنا متواجدين معكم هذه الاشياء غنحتفلوا معكم. حنا كنا كنتسناو سيدي احمد القرمودي اللي الفكره ديالته لانه كان معايا باش نضيف لي بعيدو في الماطات الجبال ويديرو حاولوا ما امكن تمشيو عند الاطفال هو يرشد لي. ما كانتش عندي الفكره بانه سيدي مولاي هشام سعيد عنده هذه المؤسسه كي يكون فيها وانا نقول ليه لما منين جيت زرت قلنا نجيو عند هاد الاطفال وحنا كنوعدهم باننا غادي نبقاو نجيو عندهم على طول السنه. هشام مرة أخرى وشكرا على حرارة الاستقبال وشكرا أنك يعني حنا مشاركين حنا وياك في هذا الخير. وفكرنا اليوم أننا في الدخول الثانوي أنه أول حاجة يكون عندكم في هذه المؤسسة وقلنا لما لا أننا نعطيك شهادة تقدير وتكريم لهذا السنة وتنقول لك سنة سعيدة وتنقول لك شكرا على حرارة الاستقبال ماشي قد يجهد وشرف لنا اننا احنا اليوم معاكم متواجدين معاكم جمعيه نساء مراكش كلها تشرف وكان عزيزه بوجريده رئيسه جمعيه نساء مراكش اليوم كنتواجدوا في العصبه المغربيه لحمايه الطفوله. بغينا نبداو السنه الجديده مع هاد الاطفال المتخلى عنهم. فكرنا احنا كنا دايرين حمله اننا نديروا الحمله في الجبال وباقي مستعدين اننا غادي نديروها ان شاء الله. فكان سي احمد صديق ديالنا صديق الجمعيه سي احمد القرمودي قال لي الا كنتوا بديروا الخير في الجبال اجيو ديروه في حداكم في السملاليه. اطفال متخلى عنهم محتاجين المساعدات محتاجين بزاف د الحوايج. فجمعت جمعيه نساء مراكش دارت اجتماع وقررت انه تجيب المنطات وبعض الملابس وحفل مع هاد الاطفال المتخلى عنهم. والحمد لله كما كتشوفوا الحفل في المستوى ولا جمعيه نساء مراكش في المستوى وجينا لقينا سيدي مولاي هشام مستعد انه المؤسسه في المستوى تبارك الله هما محتاجين بعض المحسنين انهم يجيو يعاونوهم ويساندوهم ويمدوا لهم يد المساعدة. ومن هذا المنبر انا كنطلب الجمعيات اللي كيشتغلوا على الخير انهم يجوا لهذه المؤسسه ويعاونوها ويساعدوها ويساندوها. شنو الافق ديال المستقبل ديال عزيزه بوجريده ان شاء الله؟ عزيزه بوجريده كي كانت كتشتغل العمل الجمعوي باقي غادي تشتغلوا ان شاء الله وبقوه وان شاء الله كما كتشوفوا الجمعيه تبارك الله كبرات وباقي بتعطي المزيد وان شاء الله كاين بروجرام سنوي عامر وحافل اننا بغينا نشتغلوا عليه وانتظروا المفاجات من جمعيه نساء مراكش. لا البرلمان هي كنقول انا غنشتغل في البرلمان غنساعد اي مشكل كان في جهه مراكش اسفي ولا بغوني نوصل رسالته غنشتغل عليه لمالا. ولكن العمل الجمعوي كما كتعرفوا عزيزه بوجريده سرح لها في الدم غتبقى تشتغل ان شاء الله باذن الله. قادره تخلع الرئاسه ديال الجمعيه؟ لا
ما غنتخلاش على الرئاسة، وحبي للجمعية وحبي للنساء مراكش ما عمري ما غنتخلى عليه. بطبيعة الحال أنا كيجمعني حنا راه ولا عندنا واحد الجو عائلي ولله الحمد مع جمعية نساء مراكش، حنا ولينا يد وحدة وعائلة وحدة، هما ما غيتخلاوش عليا وأنا ما غنتخلاش عليهم، وغنبقاو نشتغلوا وغنبقاو يدينا في يد بعضياتنا إن شاء الله بإذن الله. بيان سور كنكذبها وتنزيد نكذبها، وكنقول لهم الجمعيه راه باقي متلائمه والجمعيه كتحب بعضياتها وباقي بتعطي وغتزيد تعطي اكثر ان شاء الله، اكثر كي كانوا كيتبعوها في السنوات اللي كانوا قبل يراقبوها هذه السنه غتعطي اكثر ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم. فدوى الحواسني فاعله جمعويه في جمعيه نساء مراكش. كان هذا العام اول حاجه افتتحنا بها السنه ديال جمعيه نساء مراكش، كان هذا ليفينمون اللي درنا اليوم مع الاطفال المتخلى عنهم مع العصبه الوطنيه. الصراحه كنا كنفكروا في ايفينمون واحد اخر اللي هو نطلعوا للجبل، ولكن قررنا اننا نجيو نشوفوا بعدا الناس اللي حدانا، الناس اللي محتاجين لينا. وكانت فكره ديال الرئيسه ديالنا العزيزه بوجريده اللي طرحت علينا هذه الفكره ورحبنا بها، لان هاد الاطفال اولى لينا من اننا نشوفوا ناس بعاد، نشوفوا بعدا الناس اللي قرب لينا. ومن هنا كان النادي والجمعيات اللي كاينين هنايا في مراكش انهم يجيو عندهم يحضنوهم يكونوا معاهم، راه محتاجين لينا، هما اولى اننا نشوفوا ناس بعاد وهما قراب لينا. شنو من افق ديال الجمعيه مستقبلا ان شاء الله في السنه الجديده؟ عندنا بزاف ان شاء الله، عندنا مفاجات، كاين برنامج على طول السنه اللي هما موجدينه، كنتسناو غير نديرو نمشيو درجه بدرجه، وان شاء الله مفاجات كثيره كثيره ان شاء الله خدامين عليها. دابا حنا شوفتينا بهذيك المفاجات، كيفاش المفاجات؟ يعني كاينين افكار جداد، كاينين عندنا دي زيفينمون ما غاديش نقدروا نقولوهم دابا حيت ما تقال الحاجه حتى ان شاء الله تكون كامله مكموله، وحنا خدامين عليهم ان شاء الله غادي تكونوا معنا وغادي تشوفوا هذه المفاجات اشنا هما. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.